أن تواضع الرجل رغم عظمته وبساطة الرجل رغم قوته شاءت الأقدار أن يتوفى ويدفن بطريقة بسيطة، فكأنما الطبيعة وقدرة الله سبحانه وتعالى تريد أن تجيب على طبيعة حياته المتسمة بالتواضع والبساطة. عبد الرحمن اليوسفي هو مدرسة الأخلاق أو مدرسة السياسة بالأخلاق التي نحن اليوم في الحاجة إليها. ليس هناك سياسة بدون أخلاق، لأن السياسة بدون أخلاق ليست سياسة، ربما تكون أي شيء آخر إلا السياسة. عبد الرحمن اليوسفي يقول إن السياسة يجب أن تكون بالأخلاق. الشيء الثاني الذي يميز هذه الشخصية الكبيرة هو أنه لم يسبق له في أي محطة من محطات حياته أن وضع الوطن ثانيا، كان دائما يقول الوطن أول. لهذا الفرق، ما نقول للآخرين الفرق بين الاتحاد الشراكي والآخرين، نحن لا ندخل لنستفيد من وضعية، وإنما ندخل الحكومة من أجل أن نقدم لبلادنا خدمة. هذا كلام سعد الرحمن اليوسفي، عندما يحتاج الوطن إليك يجب أن تلبي وأن تجيب بنعم في أي محطة من المحطات. عبد الرحمن اليوسفي دخل إلى هذه الحكومة من أجل عملية الإنقاذ، لكن الشيء الذي ربما يعرفه البعض وأنه بدأت عملية الإصلاح السياسي ليست مع حكومة التنوب، وإنما بدأت قبل حكومة، أي بدأت بالأساس مؤشر واضح في البرلمان آنذاك، عندما طلب منا عبد الرحمن اليوسفي أن نقدم مقترح إلغاء ظهير 1935 بكل الرمزية السيئة التي كانت لهذا الظهير. وآنذاك لم نكن مقتنعين على أن هذا القانون سيلغى، لأننا أولا كنا في المعارضة، وثانيا نحن نتقدم بمقترح أي برأي لبضعة نواب. هذا ظهير كل ما من شأنه، ظهير من شأنه، ولم نكن أغلبية حتى نضمن نجاحه. وكلفت بأن أقدم ذلك المقترح في لجنة الإعداد والتشريع، ولما أنهيت تقديم العرض حول ضرورة إلغاء 35 لأنه أولا هو يعود إلى مرحلة الحماية فهو مؤرخ ب 1935، ثانيا هو الأداة التي استعملت لمواجهة جيل بكامله في أيام زمن الجمر والرصاص، ثالثا قانون لا علاقة له بالعدل أو الإنصاف. فلما أنهيت مداخلتي من أجل المطالبة به كان رد فعل كل أحزاب الأغلبية آنذاك بأن نعترض على إلغاء الظهير لأن سيترك فراغا، وبكل تبرير من عدة جوانب. رئيس اللجنة سيعطي الكلمة للوزير آنذاك وزير العدل الأستاذ جليل مشيش العالمي من أجل أن يبين موقف الحكومة، فسينطق بثلاث كلمات، سيقول باسم حكومة جلالة الملك نوافق على مقترح الفريق الاشتراكي. فاهتزت القاعة آنذاك وألغي الظهير، فبدأ الإصلاح منذ ذلك الزمن. تولى بطبيعة الحال العفو الخاص الذي شمل عدد كبير من الذين اضطهدوا في سنوات 60 و70 و80،
سيتلو كذلك تعديل الدستور في سنة 97 لندخل مرحلة حكومة التنوع. إذن هذه المراحل كلها تلتقي في شخصية عبد الرحمن اليوسفي الذي كان محركها الحقيقي والفاعل واليومي لها من أجل الدفع بتغيير المغرب نحو اتجاه آخر. أكيد أن إرادة ورغبات عبد الرحمن اليوسفي وجدت أمامها إرادة صحيحة وحقيقية للمرحوم الحسن الثاني في إحداث تغيير في المغرب. التقت إرادة شخصين عظيمين في هذا البلد من أجل مرحلة الانتقال. بطبيعة الحال الأقدار هي التي قدر الله سبحانه وتعالى هي التي تقرر توفي الحسن الثاني في فترات قليلة لا تزيد على بضع سنوات بعد تولي عبد الرحمن اليوسفي في الحكومة. لكن مجيء جلالة الملك محمد السادس سيتمم المسيرة في الإصلاح، بل سيرفع من وتيرتها. وهكذا سنلاحظ الآن الفترة التي اشتغل فيها عبد الرحمن اليوسفي مع جلالة الملك محمد السادس إلى حدود سنة 2000 كانت فترة زاخرة من الناحية الاقتصادية وزاخرة من ناحية ضمان الحقوق الأصلية التي لم تكن معروف مقبولة في زمن آخر. فالشق الاقتصادي لم يفهم عدد الناس كيف لحزب الاشتراكي لعبد الرحمن اليوسفي الرجل الاشتراكي أن يقبل بالخصاصة أو أن يقبل بأن يدبر الدولة من منطق آخر غير المنطق الاشتراكي الأرثوذكسي. الناس لم يكونوا يستحضروا آنذاك على أن حائط برلين وأن الحرب الباردة توقفت وأن الاتحاد السوفيتي لم يقع قوة وأن العولمة أصبحت واقعا وليس خيارا. ففكر الاقتصادي الاتحاد الشراكي استطاع أن يستوعب المرحلة وأن يستعمل الآلات التي منحتها آنذاك العولمة من أجل أن يجعلها يستفيد منها الفئات المحرومة في الشعب المغربي، وذلك عن طريق خصوصا الأشياء التي والقطاعات التي أصبحت تحتاج إلى تقنيات كبيرة. لم تقع الخصوصا لأشياء بسيطة من أجل أن يتم تجميع الأموال وضخها في ميزانية التسيير. عندما وقعت بيع الخط الثاني الذي أدخل للمغرب مليار و200 دولار كان حلما، لم يكن أحد يتوقع ذلك المبلغ كبير. لهذا وهي مناقشات بدأت أخذت أوقات قبل أن تنهى في فترات لاحقة. عبد الرحمن اليوسفي كذلك سيظهر كبيرا كذلك مرة أخرى بعد انتخابات 2002 عندما سيأتي الاتحاد الشراكي في المرتبة الأولى، فتقوم الأحزاب التي تدعي البارحة بأن هناك بلوكاج لتقوم ببلوكاج حقيقي عن طريق تكوين أغلبية في البرلمان في رسالة مشفرة إلى جلالة الملك أنه إذا ما عين عبد الرحمن اليوسفي فإنه لن يجد أغلبية. لهذا تم تعيين جوتو. وفي هذا الحال عبد الرحمن اليوسفي لم يخلق من هذه القضية مشكلا شخصيا ولم يتشبث بالكرسي، وإنما اعتبر أن مصلحة الوطن هي الأولى وأننا سنبقى في حكومة جوتو وسندافع على هذا البلد. هذه ثقافة وفكرة عبد الرحمن اليوسفي الذي نحتاجه اليوم من أجل أن نساعد بلدنا مع ملك قوي أثبتت أظهرت هذه الظرفية التي نمر بها مدى حصافة رأيه
وقوته في تدبير بلد كالمغرب. مدرسة عبد الرحمن اليوسفي هي مدرسة السياسة بالأخلاق.